السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت شيخ مصطفى حضرتك؟ أخوك مصطفى تفضل. الله يصلح حالك. حضرتك كنت عايز أسألك على بالنسبة لو أنا مثلا معوق وفي اللي هي العربية بتاعة المعوقين ديت. أيوه. لا يجوز لك بيعها إلا إذا انتهت مدة الحظر، فهم يحظرون عليك بيعها قبل 5 سنوات من تملكها، لكن ممكن تعطيها لأحد حق انتفاع. شكرا. يعني